سيداتي أنستي سادتي، ولأول مرة على الهواء معنا ياسمين جونيور الصغيرة. ياسمين هاي. هاي. ازيك؟ هما بيقولوا هاي دي فعلا. عاملة ايه ياسمين؟ الحمد لله. حضرتك عاملة ايه؟ أنا الحمد لله. ينفع يا بنتي أبقى خالتك الكبيرة وما أشوفكيش العمر كله؟ أبدا، ده أنا هجيلك بكرة أرجوكي. مش معقول، يعني كنا نفسنا نسمع صوتك من زمان ونشوف الانتاج بتاع مدام ياسمين عبد العزيز عامل ازاي. اكيد حاجه جميله جدا. يعني انت حاسه انك انت ياسمين عبد العزيز الجونيور؟ يعني بيقولوا، بس طبعا ما فيش زي ماما. ما هو طبعا يا حبيبتي ما فيش زي ماما. ربنا يحفظكم لبعض ويخليكم لبعض انتوا الاثنين، وسيف تالتكم واللي ربنا في بالنا. يعني يلا مش مهم. يا رب. قولي لي بقى، ماما أم عنيفة ولا لذيذة ولا كول ولا توصفيها ازاي؟ بصي أقول لحضرتك، زي ما انتي بتشوفيها كده على التلفزيون هي معانا كده في البيت. يعني انتي مش كل الضحك بكل اللذاذة بكل لو تشوفي بقها بكل اللذاذة بكل العنافة بكل يا حبيبتي والله العظيم خير ما ربت وزين ما كبرت وخلفت يا حبيبتي. ربنا يحفظكم. اكتر حاجه بقى بتضايقك منها او بتخليكي ايه أليرت منها او واخده يعني هنا بقى هتقلب ايه بقى؟ احنا بنتخانق زي الاخوات، يعني اكتر مشكله عندنا اللبس. ايوه اللبس. شنط الجزم وبتقلب خناقات وبتاع. قولي لي بامانه، انت بتقلبيها كتير؟ امك بتقول يعني بدخل اخد حاجات وبجري على طول مقلبه لبسي، على طول مقلبه لبسها. انتوا الناس تاخد من ورايا الاقي اللبس فجاه لابساه وحاجات لسه جايباها جديد واقعد اتخانق معاها. ايه يا ياسمين ده؟ يعني مش بقول لك انت مش لامك. بعمل شوبينج عندها في الدولاب. يا حبيبتي، طب انت وسيف بتعملوا عليها عصابه وتتفقوا على حاجات بينك وبين بعض وكده، ولا الاثنين صرحه والاثنين بيقولوا كل حاجه اول قلم من اول قلم؟ مش حاجه ان هم بيقعدوا يضربوا بعض، بيعترفوا من اول قلم ولا لا؟ بقى شقي دلوقتي عشان كبر، فبقينا نعرف نتعامل مع بعض في الحاجات دي. يعني ماما بتبقى زينا، يعني لو مقالب في بعض بتبقى معانا في المقالب، يعني اختنا مش امنا في المواضيع دي. enjoying your mom، مش كده؟ يعني مستمتعه بال الحمد لله والله. ربنا يحفظكم لبعض يا حبيبتي. يا رب. عايزين نشوفك بقى. هاجيلكم. يلا. هاجيلكم. لازم تجي لنا، لازم تجي لنا حبيبتي. اوف كورس، هبقى معاكم على طول. ان شاء الله يا روح قلبي. بتمنى لك كل الخير والامان والصحه والتوفيق في حياتك يا رب، وانه الحياه تبقى جميله دايما وراقيه وزي ما انت راقيه وحلوه كده. يا رب. ثانك يو. ميرسي يا حبيبتي. تسلم يا حبيبتي. هانم قوي. اوكي روح اشوفك بقى، اشوفك قريب. ها ان شاء الله يا رب. اوكي يا حبيبتي، بالسلامه. بالسلامه. باي باي.